إمضاء اتفاقية نقل الطلبة عن طريق ترامواي. هذه الخدمة خدمة النقل النظيفة والعصرية والاقتصادية بالدرجة الأولى اللي رايحة تمس يسمى رايحة يستفيد منها طلبة الجامعة حوالي أكثر من 38 ألف طالب كمرحلة أولى، اللي رايحة تمس يسمى كل جامعات قسنطينة الأربعة. اليوم يسمى نقدروا نقولوا باللي مشاريع عديدة تم الانطلاق فيها، تم تحريك عجلة التنمية على مستوى ولاية قسنطينة. في إطار الشراكة بين مؤسسة مترو الجزائر ومديرية خدمات الاجتماعية للجامعة، قمنا بإمضاء اتفاقية لنقل الطلبة بواسطة ترموي لمدينة قسنطينة، وهذا دائما في إطار تسهيل التنقلات للطلبة. من شأنها أن تدعم النقل الجامعي على مستوى المدينة الجامعية قسنطينة بوسيلة الترامواي. هذه الوسيلة الحضرية العصرية تسمح بالتنقل عبر مختلف مؤسسات الجامعية للمدينة الجامعية قسنطينة الثمان، الجامعات الأربعة والمدارس العليا الأربعة. هذه الاتفاقية أيضا جاءت في إطار ترشيد النفقات والحوكمة في استغلال النقل الجامعي.